بسم الله الرحمن الرحيم. بنتكلم عن الموضوع التاني في محاسبة الاستغلال الزراعي بعنوان قياس نتيجة نشاط الألبان، مقدم من دكتورة رشا الجهري، مدرس بكلية التجارة جامعة عين شمس. الموضوع بيتكلم عن قياس نتيجة نشاط سواء كان من ربح أو خسارة، فطبعا لازم إن أنا اكون في ذهني، طبعا انا كان في بداية المحاضرة الاولى كنت اتكلمت ان انا في عندي تكاليف خاصة بالانتاج، وفي عندي تكاليف خاصة بالتسويق، وفي تكاليف خاصة بالادارة. المفروض كل الكلام ده بيتم بلورته في اعداد الحسابات الختامية اللي هي تقدر ان هي تقول لي ان النشاط بتاعي ده بينتج عنه ربح او خسارة. فبيتم اعداد 3 حسابات في نهاية كل عام. اولا عندي حساب تكلفة الإنتاج. تكلفة الإنتاج بيتكلم عن أول حاجة إن أنا أحط المستلزمات السلعية اللي هي المواد بتاعتي. طبعا أنا اتكلمت في المحاضرة الأولى وقلت إن أنا عندي تبويب التكاليف سواء من حيث الوظيفة، قلت إن أنا في عندي تكاليف إنتاجية، وفي عندي تكاليف تسويقية، وفي عندي تكاليف إدارية، وكل بند من دول قسمته لمواد وأجور مصروفات. فانا هنا عشان اقدر ان انا احط تكلفة الانتاج بتاعتي، فانا بتكلم عن تكلفة الانتاج الحاجات اللي هي خاصة بالانتاج بتاعي. فعندي هنا اول حاجة بحط اللي هي المستلزمات بتاعتي من مواد، مثال ليها زي الاعلاف اللي انا بستخدمها. بعد كده بحط اللي هو الاجور اللي هي خاصة بالكلافين والاطباء والرعاة اللي هو خاصة بالماشية. بعد كده في عندي 3 بند اللي هي المصروفات بتاعت الرعاية. طبعا كلمة مصروفات ما كل ما هو بيتم انفاقه على الانتاج عشان اقدر ان اطلع المنتج بتاعي. فطبعا انا عندي هنا المفروض ان انا في عندي الجانب المدين وفي عندي الجانب الدائن. المفروض ان انا بجمع الجانب المدين واجمع الجانب الدائن، احط الكبير في الطرفين، في الطرف المدين والطرف الدائن، واشوف. طبعا انا عندي هنا الجانب المدين اكبر من الجانب الدائن، فبحط اللي هو في يعني طبعا انت كنت خدته الرصيد المرحل والرصيد المنقول. ففي عندي هنا الحساب بتاعي بيبقى الفرق بتاعه اللي هو المتمم الحسابي بحوله لحساب المتاجرة. ثانيا باجي ابتدي بحساب المتاجرة، باخد الرصيد المرحل من حساب تكلفة الانتاج وببدأ ان انا احط عليه اللي هي المصاريف التسويقية في الجانب المدين. طبعا كده حطيت تكاليف الانتاج. تاني بند عندي اللي هي المصروفات التسويقية، برضو المصروفات التسويقية بحطها من مواد وأجور ومصروفات. طيب في عندي نشاط بيبقى خاص بنشاط الماشية، فبينتج عنه إيرادات، بينتج عنه إيرادات. طبعا الإيرادات اللي بتبقى خاصة بنشاط الماشية بحطها في حساب المتاجر، لأن هي متعلقة بالنشاط، سواء كان من إيراد ما بيع مثلا جاي من مواليد، إيراد بيع ألبان، بيع أسمدة، فبحطه في الجانب الايه الدائن. يبقى انا هنا حطيت في الجانب المدين المصروفات بتاعتي كلها، وحطيت في الجانب الدائن الايرادات بتاعتي اللي هي خاصه بالنشاط الايه الماشيه. اي حاجه غير خاصه بالنشاط الماشيه مش بحطها في حساب الايه المتاجر. طيب كده انا حطيت الجانب المدين وحطيت الجانب الايه الدائن. طبعا هنا برضو بجمع الجانب المدين واجمع الجانب الدائن. الكبير مين احطه في الجانب، ممكن الجانب المدين يكون اكبر من الجانب الدائن، احطه اللي هو في الجانبين. ممكن الايرادات تكون اكتر من المصروفات، احطه برضو في الجانب الايه في الجانبين، واشوف ان انا اجيب اللي هو المتمم الحسابي، ان انا بطرح الترصيد بتاعي من مجموع الجانب المدين او الجانب الدائن، وبحط المتمم الحسابي عشان ببدا ان انا ارحله لحساب ارباح وخسائر الاستغلال الزراعي. طيب دلوقتي انا حطيت تصنيف التكاليف بتاعتي من تكاليف انتاج، حطيتها في تكلف في حساب تكلفه الانتاج. تاني حاجة كان عندي حساب اللي هي التكاليف الخاصة بالتسويقية، حطيتها في حساب الايه المتاجر. فاضل عندي اللي هي المصروفات الايه الإدارية. انا المصروفات الإدارية هحطها في الجانب المدين في حساب أرباح وخسائر. يبقى كده عرفنا ان اي مصروفات هتتحط في الجانب المدين واي ايرادات هتتحط في الجانب الايه الدائن. طب انا حطيت هنا المصروفات الإدارية، قال لي طيب انا عندي حساب المتاجرة انا حطيت فيه كل المصروفات اللي هي خاصة بالنشاط بتاعي، وحطيت الايرادات اللي هي خاصه بالنشاط بتاعي. قال لي طب في عندي حاجات تانية بتبقى مصروفات خاصه بسنوات سابقه، او بعت مثلا من الماشيه، او في عندي ماشيه ماتت. كلمه ماتت دي انا بسميها نفوق،
ففي عندي هنا المصروفات اللي هي خاصة بالسنوات السابقة، كلمة مصروفات قلت ان انا احطها في الجانب الايه؟ المدين. طيب حصل ان انا جيت بعت اللي هي رؤوس من المشاريع عندي ونتج عنها خسارة. يعني ايه خسارة؟ يعني جيت بعتها باقل من قيمتها، فبالتالي يعني انتج عني خسارة، فاحطها في الجانب المدين. طب فرضا ان انا جيت بعتها باكتر من قيمتها، احطها في الجانب الايه؟ الدين. طيب في عندي اللي هي المشاريع اللي هي ماتت، بسميها نفوق المشاريع. باجي هنا بعمل لها مخصص بالفرق ما بين القيمة الدفترية وقيمة المخصص. برضو بجمع الجانب المدين وجمع الجانب الدائن، وبحط الكبير في الطرفين، وبجيب المتمم الحسابي بتاعي اللي هو حساب أرباح وخسائر الاستغلال الزراعي اللي أنا باخده وبحطه فين؟ في الميزانية. ناخد مثال 4، صفحة 113 بالكتاب. فيما يلي: بيانات مستخرجة من دفاتر إحدى مزارع الإنتاج الحيواني ماشية الألبان عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2012. مديني الإيرادات بتاعتي، من إيراد مواليد ب70,000، عندي إيراد بيع الألبان 28، 14,000 سماد، 1600 ديون محصلة سبق إعدامها. المصروفات خلال الفترة كان عندي 9,800 أعلاف جافة. طبعا الأعلاف تبقى خاصة بالإنتاج، يبقى أحطها في حساب الإنتاج. 12,000 أعلاف خضراء أحطها في حساب الإنتاج. أجور الكلافين أحطها في حساب الإنتاج. 7,000 أجور طبيب بيطري، برضو ده خاصة بالإنتاج. أجور رعاة خاصة بالإنتاج. إهلاك ماشية الألبان خاصة بالإنتاج. إهلاك الحظائر خاصة بالإيه؟ بالإنتاج. جيت بدأت إن أنا أخش على إيه؟ مصروفات اللي هي المصروفات الكهرباء. كده خلصت اللي هي الإيه؟ الأجور وبعض المصروفات والمواد. جيت هنا بقى في عند الكهرباء مديني 2900، مقسمها إنتاج وتسويق وإدارة. يعني في حاجات هتخش في حساب الإنتاج، وفي حاجات هتخش في حساب المتاجرة، وفي عندي اللي هي الحاجات اللي هي المصروفات اللي هي خاصة بالإدارة تخش في حساب أرباح وإيه؟ وخسائر. ببدأ إن أنا أوزعهم بالنسبة وأوريكم إن إحنا هنوزعها ازاي. في عندي اللي هي المواد التعبئه والتغليف، ده دي خاصه بالتسويق، والتكاليف اللي هي خاصه بالتسويق دي بتتحط في حساب ايه؟ المتاجره. في عندي 2000 اجور بائعين، برضو دي خاصه بالتسويق فبتتحط في حساب المتاجره. 3,000 عموله وكلاء البيع برضو بتتحط في حساب المتاجره. 7,780 مصروفات اعلان، برضو دي مصروفات تسويقيه تتحط في حساب المتاجره. في عندي مواد ضيافه طبعا، وادوات كتابيه واداريين واداره ومصروفات سنوات سابقه. قال لي استنى، انا عندي هنا بحط اللي هي التكاليف اللي هي خاصه بالاداره دي، بحطها في حساب الايه؟ ارباح وخسائر الانتاج الزراعي. في عندي مصروفات سنوات سابقه، قلت ان المصروفات اللي هي غير متعلقه بالنشاط اللي هو خاص بس بالفتره دي بحطها في حساب برضو ارباح وخسائر. جه قال لي: فاذا علمت ان بعت المنشاه عدد من الرؤوس الكبيرة قيمتها الدفترية 28,000 جنيه، وذلك بمبلغ 22,400. طبعا انا هنا عشان ان انا اقدر ان انا اشوف عملية البيع بتاعتي ديت يمكن ينتج عنها ربح او ينتج عنها خسارة. فطبعا هنا عشان اقدر ان انا اعرف الربح او الخسارة، فبطرح القيمة الدفترية من قيمة البيع. فانا عندي هنا القيمة الدفترية 28,000 وقيمة البيع 22,000، فنتج عنها ربح قدره الفرق ما بين الاثنين. بعد كده بيقول لي ان القيمه الدفتريه للماشيه التي نفقت خلال السنه ماتت يعني ب 5,600، كنت انا عامله لها مخصص عشان يقدر يغطي الخساره بتاعتي ب 4,200، فنتج عنها فرق، فبعمل بيها مخصص اسمه مخصص ايه؟ نفوق الماشيه بالفرق ما بينهم. طالب مني تصوير الحسابات الختاميه التحليليه لهذه الايه؟ المزرعه. تعالوا نشوف ازاي ان انا احل التمرين بتاعي بسهولة جدا. بس طبعا في بعض الحسابات اللي موجودة عندي في التمرين انا افضل ان عشان حضرتك ما تغلطش تعملها الاول قبل ما تخش في الحساب. تعالوا نشوف ازاي. طبعا انا كان مديني هنا، اداني في التمرين 2,940 تكاليف الكهرباء بيتم توزيعها بنسبة 4 إلى 1 إلى 2، مجموعهم
النسب دي 7. عشان انا اقدر ان انا اجيب التكاليف بتاعتي اللي هي خاصه بالانتاج والتسويق والاداره، هاخد المبلغ التوتال اضربه في النسبه، في كل واحد ما يخصه بالنسبه بتاعته على التوتال بتاعه. ففي عندي 2940 هضربها في 4 على 7 تديني 1680 طبعا، ودي التكاليف ديت احطها في ذهني هتروح في حساب الانتاج. وفي عند التكاليف اللي هي الخاصه بالتسويق 2940 هضربها في 1 على 7 تديني 420 طبعا، ده هحطه في حساب المتاجر. في عند التكاليف الخاصه بالاداره 2940 اضربها في 2 على 7 تديني 840، وطبعا ده هيروح لحساب الارباح والخسائر. في عندي حساب اللي هو بعد كده العمليه الثانيه اللي كان بيقول لي ان انا في بعت ماشيه، بعت الماشيه كان ينتج عنها ربح او خساره، فطبعا قلت ان انا بجيب القيمه الدفتريه بطرح منها القيمه الخاصه بالبيع تديني الفرق ما بينهم 5600، وطبعا ده انا بحطه في الحساب اللي هو الخاص بعمليه بيع الماشيه. المخصص اللي هو النفوق الماشيه بطرح اللي هو المخصص لك من القيمه الدفتريه فبتديني 1400. كل الكلام ده كله هيسمى عندي بقى في الحسابات الرئيسيه بتاعتي. تعالوا نشوف ازاي ان انا احط الارقام بتاعتي في الحسابات. طبعا يكون في ذهني ان انا عندي التكاليف الاساسيه بتاعتي اللي هي الوظيفه بتاعتها، تكاليف انتاج، تسويق، اداره، كل بند من دول بيروح بسكنه في الايه؟ في الحساب الخاص بتاعه. الانتاج اللي هي التكاليف الخاصه بالانتاج بحطها في حساب الانتاج بتاعي. التكاليف التسويقية بحطها في حساب المتاجرة، التكاليف الإدارية بحطها في حساب الإيه؟ الأرباح والخسائر. في عندي إيرادات بتبقى خاصة بالنشاط، بتبقى خاصة بالنشاط في السنة الحالية بحطها في حساب الإيه؟ المتاجرة في الجانب الدائم. أما المصروفات اللي هي خاصة بالتسويق بحطها في الجانب الإيه؟ المادي. بعد كده بيبقى في عندي مصروفات بتبقى خاصة بسنوات سابقة أو إيرادات خاصة بسنوات سابقة، ديت بيتم وضعها في حساب أرباح وإيه؟ وخسائر. تعالوا نشوف الايه التمرين بتاعي يتحل ازاي. هنا هبدا ان انا اصور الثلاث حسابات اللي هو حساب تكلفه الانتاج وحساب المتاجره وحساب ارباح وخسائر. طبعا انا عندي حساب الانتاج، طبعا بيبقى في عندي المواد الخاصه بالانتاج، وفي عندي الاجور الخاصه بالانتاج، وعندي المصروفات الزراعيه اللي هي المصروفات اللي هي خاصه بعمليه الانتاج الزراعي. طبعا هو كان مديني في التمرين عندي الاعلاف الجافه والخض واعلاف خضراء، طبعا دي اللي بستخدمه في عمليه الايه؟ التسميم. فبالتالي ديت بتبقى خاصه بالايه؟ بالانتاج بتاعي، ليها علاقه بالانتاج بتاعي، فدي المستلزمات السريعه بتاعتي. فباخد هنا عندي الاعلاف الجافه مديني 9800 بحطهم، الاعلاف الخضراء مديني 12600 بحطهم، بجمعهم بحط طبعا عامله خانتين، الخانه دي خانه جزئي والخانة التانية خانة كلية، خانة بحط فيها التفاصيل وخانة بحط فيها الإجماليات، والجانب المدين ده كله الجانب اليمين ده الجانب المدين، والجانب التاني اللي هو الجانب الإيه؟ الدائم. بحط بعد كده الأجور بتاعتي، الأجور اللي هي خاصة برضو بعملية الإنتاج اللي هي خاصة بالماشية بتاعتي. عندي أجور الكلافين، أجور الأطباء، أجور الرعاة. ببدا ان انا احط التكاليف بتاعتهم، فكان مديني اجور الكلافين 16800، وكان مديني اجور الاطباء البيطريين 7000، واجور الرعاه 2800. بجمع كل التفاصيل بتاعت الاجور يبقى الاجمالي الاجور بتاعي 26600. بعد كده كان ثالث بند عندي اللي هي مديني مصروفات الرعايه الاخرى، مديني الاهلاك الماشيه كان مديهولي 12320، وكان مديني إهلاك حظائر الماشية 2800، وكان في عندي اللي هي 2940 كان مديهالي إن أنا أوزعها بنسبة 4:1:2، وكان مصيد تكلفة الإنتاج اللي هو 4:7. فأنا كنت طبعا قبل ما ابتدي في عملية الحسابات كنت أنا حسبت كل الكلام ده وخدت نصيب حساب الإنتاج 1680. طبعا هنا كل المصروفات ديت تم وضعها في الجانب المدين اللي هو الجانب اليمين، ومفيش عندي أي حساب عندي في الجانب الإيه؟ التاني. فبجيب التوتال بتاعهم أو الإجمالي بتاعهم اللي هو 65000
و800، بحطه بنقله في الجانب الايه الدائم، وبجيب المتمم الحسابي. طبعا هنا عندي 65800 وما عنديش اي حاجه في الجانب الدائن، يبقى انا الرقم كله هيترحل لحساب الايه المتاجر. طبعا انا عندي حساب المتاجر في الجانب الدائن، انا هرحله في الجانب الايه المدين زي ما هو موضح لحضراتكم. طبعا هنا عندي حساب المتاجره، قلت ان انا حساب المتاجره اول حاجه بحطها فيها الحساب اللي هي المصروفات اللي هي خاصه بالمصروفات الايه التسويقيه. طبعا انا كانت برضو المصروفات التسويقيه بقى في عندي اللي هي المواد الخاصه بيها، وفي عندي الاجور، وفي عندي الايه المصروفات. طبعا انا كان مديني مواد تعبئه وتغليف كان 800، وعندي مديني اجور البائعين اللي هم خاصين بعمليه التسويق كان مديني 2000، وفي عندي الكهرباء. طيب كان مديني الكهرباء 2940 مقسمه ما بين الانتاج والتسويق والاداره، وكان نصيب التكاليف التسويقيه كان 1/7 اللي هي 420، وكان في عندي اللي هي مصروفات الاعلان 780. طبعا اجمع كل المصروفات التسويقيه واجمعها على تكلفه الانتاج. طيب هو كان مديني من ضمن الايرادات ان انا في عندي ايراد اللي هي الايرادات الخاصه بمواليد الماشيه كان 70000، وايراد بيع الالبان 28، وايراد بيع السماد 14000. طبعا دي كلها خاصه بالنشاط. بجمع الجانب المدين والجانب الايه الدائم. فطبعا انا كان عندي الجانب المدين اقل من الجانب الايه الدائم، فبالتالي هينتج عني في عندي فرق 39200 يتم ترحيله لحساب ارباح وخسائر الاستغلال الايه الحيواني، فبحطه في الجانب الايه الدائم. ببدأ ان انا احط بقى البنود اللي هي خاصة بارباح وخسائر. طبعا كان في عندي اول حاجة ان انا بحط اللي هي ثالث شق من تبويبات التكاليف اللي هي المصروفات الادارية والتمويلية. كان في عندي اللي هي مواد الضيافة، ادوات كتابية، اجور ومصروفات. برضو المصروفات الادارية مقسمة لمواد واجور ومصروفات، وكان عندي برضو اللي هي مصروفات الكهرباء اللي هي 2940 كان مديهم لي ان اوزعهم بنسبة 4:1:2، وكان نصيب الكهرباء اللي هي خاصة بالمصروفات الإدارية 2/7، فكان نصيبها 840. في عندي بعد كده إيجار المبنى حطيتهم. طبعا جمعت كل المصروفات الإدارية مجموع حطيت البتاع 13580. بعد كده في عندي اللي هي حساب برضو أعباء وخسائر اللي هي المصروفات اللي هي تم إنفاقها برضو. خاصة كان في مصروفات خاصة بسنوات سابقة كانت 4200، وكان في عندي خسائر نتجت من بيع رؤوس الايه الماشيه. طبعا كانت القيمه الدفتريه 28000، جيت بعتها باقل من قيمتها 22400، فتنتج عنها خساره 5000 وكام و600. برضو هنا عندي مخصص نفوق الماشيه، برضو كانت القيمه الدفتريه بتاعتها كانت ب 5600، و كنت انا عامله مخصص ب 4200، ما قدرش ان هو يغطي الخساره بتاعتي كامله، فنتج عنها 1400، فاتحطت في الجانب المدين كخساره. برضو باجي اجمع الجانب المدين والجانب الايه الدائم. طبعا الجانب الدائم اكبر من الجانب المدين، فالجانب الدائم مجموع 40880، بنقله في الجانب الدائم ب 40880، واجيب الفرق ما بينه وما بين المجموع بتاع الجانب الايه المدين. طبعا برضو لازم افكركم ان كلمة تكلفة هي بتقسمها لتكاليف تسويقية وادارية وانتاجية، وكل واحد منهم بيتقسم لمواد واجور وايه ومصروفات. فانا ما اقدرش ان انا انسى كل الكلام ده، فلازم ان انا وانا بسجل الحسابات بتاعتي لازم ان انا ابقى عارفة ان التكاليف الانتاج خاصة بتكاليف الانتاج، والمتاجرة خاصة بتكاليف التسويقية، والارباح والخسائر خاصة بالتكاليف الإدارية. فلازم أكون مركزة كويس جدا وأنا بصنف الحسابات بتاعتي عشان ما أغلطش. أي إيرادات خاصة بالنشاط في السنة الحالية بحطها فين؟ في حساب المتاجر. أي مصروفات أو إيرادات خاصة مش خاصة بنشاط الألبان بحطها فين؟ في حساب أرباح وخسائر الاستغلال الحيواني.